وكان لنا لقاء مع دكتورة إيمان الجوهري أحد الدارسين في الدورة التدريبية للتغذية بالمركز الأولمبي بالمعادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك. كنا عايزين نتعرف على حضرتك بشكل كامل. والله حضرتك، أنا أستاذة في كلية طب تحاليل في طب عين شمس، وواخدة دبلومة تغذية من الجامعة الأمريكية. والحقيقة أنا جاية ليا اهتمام بالسبورت، لأن أنا يعني في أحد الأندية بدرب، يعني ليا علاقة بالتغذية في اللاعبين وكده. حضرتك أستاذة في كلية الطب، مش صعب أبدأ من جديد وأجي وأدرس وأتعلم؟ لا والله، ما فيش حاجة جديدة في العلم، يعني دايما إحنا يعني العلم الواحد بيعاوز يستزيد منه في كل وقت، وبيبقى عاوز يتعلم كل يوم حاجة جديدة. خصوصا في الطب بيبقى الواحد متشوق جدا إن هو يعرف معلومات جديدة يفيد بيها الناس اللي حواليه ويفيد المرضى بتوعه. رائع. طب لو سألت حضرتك عن المادة العلمية اللي خدناها النهاردة في المحاضرات النهاردة وامبارح، رأي حضرتك فيها؟ كانت مفيدة جدا الحقيقة، لأنه هو بيتكلم على احتياجات اللاعبين واحتياجاتهم، مش بس من الأكل، من السوائل، وإزاي، لأن الرياضي ده عبارة عن ثلاث حاجات: تدريب، وده المسؤول عليه السادة الكباتن، وتغذية، وجزء نفسي، والثلاثة دول المثلث ده مهم جدا جدا في أي رياضي. فاحنا بنفتقد في مصر الحقيقة كنا الجزء النفسي والجزء التغذية، واهتمام الوزارة يعني برئاسة أستاذ دكتور أشرف صبحي ده حاجة مهمة جدا، إن هو بدأ يهتم بتغذية الرياضيين، لأن هو ده اللي بيعمل بيكمل المثلث بتاع البطل اللي هيوصلنا البطل الأولمبي. احنا اللي بنشكر حضرتك على اللقاء معاك النهاردة، وإن شاء الله تكون دارة مفيدة. نكمل على خير بإذن الله. شكرا.